تالي اتجه اهتمام الأهل بالآونة الأخيرة على تعليم الطفل إضافة للغة العربية أكثر من لغة، لكن أحياناً بيحاولوا الأهل يعلموا أكثر من لغة للطفل بسن كتير صغيرة وبنفس الوقت. اليوم بدنا نعرف التوقيت الصحيح، قدرات الطفل لتعلم واكتساب اللغات مع الأخصائية الاجتماعية رولا بريمو. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. صباح الخير مدام رولا. يعني كنا بنحكي هيك شغلات هيك مقتطفات تحت الهواء، هلا اكيد حنحكيها لمشاهدينا، ولكن بدنا نبلش نحن بالتفسير العلمي من حضرتك لتوضع اللغات بالمراكز الدماغيه. تمام. هلا الدكتور كان عم يحكي عن الشقيقه والدماغ، صحيح. فنحن رح نرجع للدماغ ونقول انه دماغ الطفل بيخلق بعدد من الخلايا العصبيه الثابت، يعني الخلايا العصبيه لا تنقسم. طبعا انا ما رح اخذ اختصاص غيري، بس بالنسبه للغه نحن في عنا الدماغ الخلايا الثابتة. مهمة الأهل ومهمة المربي هي زيادة كفاءات المراكز العصبية. يعني نحن المراكز العصبية موجودة، بس نحن بدنا نخلق وبدنا نزيد عدد كبير من المشابك العصبية اللي بتعطي مهارات كتير مهمة بالمستقبل للطفل. وهذا الشيء بيصير بأول 7 سنين من عمر الإنسان. يعني بأول 7 سنين بتتحدد الكفاءات الدماغية، بتتعمق الوظائف الدماغية والمساحات، وبعدين كل شيء بناخده بعد 7 سنين بيكون زيادة خبرات. نعم. لذلك بالنسبة لدراسة اللغة، وقت نحن بيكون الطفل بمرحلة، في مرحلة اسمها مرحلة الاستماع، يعني الطفل يلي لسه ما عم بيحكي أبدا هو بالأربع أشهر وأقل من هيك كمان هو عايش مرحلة استماع، يعني هو عم بيسمع كل شيء بس لسه هو ما عنده قدرة على النطق، بس هي الكلمات عم تتخزن عم تنوجد. فجأة منقول انه مثلا حكى كلمة كلمتين بعدين كرج الولد، لانه هلأ صار دماغه مهيأ، وطبعا هي عملية معقدة لحتى يبلش ينطق. هلا وقت اللي بناخذ نحن اكثر من لغة، في اهل بيقولوا انه بيصير حبسة كلامية. هي الحبسة الكلامية تماما مختلفة وسببها يعني دماغي وما له علاقة بانه الولد عم يدرس اكثر من لغة او عم يسمع اكثر من لغة. بس نحن وقت اللي بدنا ندرس الطفل اللغة او هي معنا دراسة بالبداية هي استماع، لازم يسمع كل لغة من شخص، يعني لحتى يربط الكلمة مع الشخص مع المعنى يلي هو عم بيسمعه. في سؤال او كمل؟ لا كملي اذا بدك، لانه نحن كنا نسالك على الحبسه الكلاميه. تمام. وخاصه انه عم نلاقي في اطفال قد ما عم يخزنوا بحرام بمهارات وعم بيجبرون اهاليهم يسمعوا مثلا انجليزي فرنسي روسي، بتلاقيهم ما عاد عم يقدروا يعبروا عن الكلام وعم يفقدوا مهاراتهم حتى باللغه الام مثل ما بيقولوا. هلا اول شيء الحبسه الكلاميه مثل ما قلنا هي تشوه بمراكز معينه بالدماغ، فيعني هي ما لها علاقه بالاستماع الكثير. هلا الولد اللي عم بيسمع اكثر من لغه بيقولوا لك ما عاد حكى، هلا هو لازم يكون في سبب اول شيء، بس أسوأ شيء بالطريقه اللي عم يستخدموها الاهل اني انا سمعه مثلا اليوتيوب او سمعه الاغاني، يعني طريقه غير تفاعليه ما في ربط حقيقي، لانه الولد وقت بيقعد بيتفرج على شاشة أو على تلفزيون هذا التعلم غير تفاعلي، هذا استماع بس استماع مشوه. بينما وقت نحن بالبيت مثلا بنقول له أن فيغ دو، عم نعيدها كاسة مي، انجلش ما كتير أنا فيه، فأنا عم كرر له للطفل كل كلمة مع الإشارة مع الربط، وكل شخص عم يحكي لغة معينة، فهدول بيتوضعوا دماغيا بمركز واحد وبيصير المشابك العصبية كتير قوية، فبياخدها بنفس المهارة وبنفس الكفاءة. يعني بيصير بعمر 3 سنين قادر انه يحكي 3 لغات بنفس الكفاءة. طبعا حسب نحن اصرارنا على الموضوع واستمراريتنا وطريقة اعطائنا له، يعني نعم. الطريقة الصحيحة. نعم مدام رولا، أيضا كثير من الأشخاص سافروا وكان أولادهم صغار أخذوهم صغار معهم لبرا، أو مثلا أنجبوهم برا، لغة الأم هي اللغة العربية. صحيح. خلينا نقول الأولاد فاتوا على المدرسة اختلطوا بالمجتمع الجديد تبعهم فنسيوا لغتهم الأم، كان أيضا الأهل لهم دور كتير كبير بأنه هنن يحكوهم عربي. صحيح. لو هنن عم يعلمون
اي لغه ثانيه بالبلد اللي هن فيها، يعني قد ايه كمان الاهل لازم يتداركوا هذا الموضوع، لانه ممكن يرجعوا على البلد ما يعرفوا الابناء يحكوا عربي، يعني طبعاً. كمان المحافظه على اللغه العربيه امر جدا مهم، كثير ضروري. وبعدين ما في لغه بتغطي على لغه، بس الطفل شو بيصير فيه؟ هو بيروح هنيك بصفى الفتره الطويله اللي عم يمضيها هي بالروضه، وهي الفتره الممتعه اللي عم بيحكي معه مع رفقاته فيها. مزبوط. بينما نحن كاهل صحيح نحن بنحكي عربي مع الطفل، بس نحن ما لنا متعودين نمضي وقت طويل معه ونعطيه هي المهارة، وما في لغة بتغطي على لغة. الطفل بيقدر ياخذ كل لغة عم يحكيها مع شخص معين، لذلك نحن بنحافظ على لغتنا الأم، وهي كتير ضرورية، وما أنا مظهر حضاري أبدا أني أنسى لغتي وأحكي لغة تانية، لا، لغتي هي الأساس، وبعدين فيني انتقل لأي لغات تانية وما فيها صعوبة. فالولد بيكون عم بيسمع وعم يحكي، بيروح على المدرسة بيحكي مع رفقاته بلغتهم، وبالبيت بيحكي مع أهله بلغتهم، وهي كتير ضرورية. والشغلة الأهم من هيك إنه نحن عم نزيد كفاءات الدماغ، يعني هلأ صحيح هي تعلم أي شيء في ملكة، يعني الدماغ فيه ملكات، ملكة دراسة الرياضيات، ملكة الفيزياء، اللغة كمان ملكة، فالإبداع باللغة هي بتكون لأشخاص عندهم هالملكة أكثر، بس نحن كأطفال عاديين فينا الطفل بفعلا بثلاث سنين ياخذ ثلاث لغات ويتقن الثلاث لغات تماماً. بس شرطيا انه يكون طريقة التعليم هي صحيحة. صحيحة. تمام. يعني عم تحكي عن موضوع كتير مهم، لانه عم نلاحظ حتى انه بعض الاهل او حتى بالمدارس ممكن يعلموا الكلمات او المصطلحات بشكل اسهل لياخذها الطفل، وبالتالي بيلقطها غلط. خلينا نقول كمان خلينا نحكي عن موضوع توجه بعض المدارس لتعميم اللغات الاجنبيه على حساب اللغه العربيه، على اساس انه اللغه العربيه ممكن يتعلمها الواحد من الحياه اليوميه، فقد ايه كمان مهم نضوي على هذا الشيء؟ هلا انا ضد، يعني أنا كتير مع دراسة اللغات، بس أنا بعتبر اللغة الأم هي الأساس. تمام. فنحن فينا بالمدرسة نعطي كتير لغات، بس نكون عم نحافظ على اللغة الأم. وطبعا اللغة الأم اللي نحن منقول إنه الولد بياخدها بالبيت، لا، لهجة اللغة العامية معنا اللغة العربية الفصحى، فنحن المفروض إنه اللغة العربية الفصحى تكون عم تتاخد على أصولها. بس هون في شوي عندي مأخذ إنه نحن طرائق تدريس اللغة العربية ما عم تتطور. فاللغات الأجنبية عم بتكون أسلس بطريقة الإعطاء. هلا مثلا الإنجليزي، الإنجليزي بيقولوا لك أسهل من الفرنسي، هن ما نو أسهل أبدا. إذا بتاخدي قواعد الفرنسي وقواعد الإنجليزي نفس القواعد نفسها. تماما، لأنه هن أساسا كلهم أساس اللغة اللاتينية. فالشغلة انه الانجليش وقت اللي عم تنعطى عم تنعطى كلغة تانية، وقت بتاخدي اللغة التانية ما بتاخدي اللغة بأساساتها، بتاخدي اللغة المحكية يلي بتساعدك انك تعيشي فيها، لذلك عم بتكون ابسط. بينما الفرنسي لانه نحن اساسا كانت اللغة الاساسية بعد العربي هي الفرنسي، فكانت تنعطى بالقواعد الحقيقية، يعني تنعطى بالطريقة كأنك عم تاخدي لغة اولى، لذلك صاروا يعتبروها أصعب. فالطفل ما في عنده شيء اسمه صعوبة، يعني لحظة في كلمات اللي بتنعطى وقت بينعطى الحيوانات، مثلا في وحيد القرن إيبوبوتام بالفرنسي، فوقت بتقولي إيبوبوتام بتحسي انه كتير يعني كلمة ثقيلة على الولد، بس هو الولد كتير بياخدها ببساطة، يعني مثل ما حضرتك عم تقليله هو عم بيكرر، فالموضوع ما فيه صعوبة. بس الصعوبة بتجي مننا نحن، يعني بتجي الام جايبة ابنها بتقلنا انا ما بعرف ولا كلمة انجليزي فرنسي، مشان الله لا تدخلوني، خلص اعطيتيه حق للطفل انه اللغه صعبه، لا بالعكس، واو عم تاخذ فرنسي انجلي اصلا، فيها تتعلم معه شوي كمان، يعني من خلال فيها ممكن تتعلم هي معه الام، يعني هو بيتعلم اسهل منها اكيد، الولد مرحله صعبه بس الام تتعلم من شانه. تمام. نحن تعابيرنا، نحن تعابيرنا يلي بنوحي للاهل، وقت بيجي بيقول لك انه لا كثير اللغه سهله، خلص بعطيكي الاحساس بانه هي سهله. صحيح. بس هو وقت بيشوف امه مستكبره الموضوع فهو اكيد بده يستكبره، بس هو لا، الطفل بيقدر ياخده ومهاراته بتصير كتير عاليه. وفعلا في دراسات، لسه دراسات يعني ما في شيء مثبت، انه لهلا الحمايه الوحيده من الزهايمر مستقبلا هي دراسه اللغات، لانه بتعطي نشاط دماغي كتير متميز. صحيح. للدماغ، فهي بتمنع مستقبلا فعلا تثبت لويحات البروتين بالدماغ يلي هي بتسبب الزهايمر. فيعني الموضوع كتير مهم بالإضافة
إضافة لأنه العالم مثل ما سموه قرية صغيرة، وخاصة هلأ بالكورونا فعلا صرنا قرية قاعدين بالبيت، فاللغة كتير محتاجة الإنسان، يعني اللغة شخص ثاني معك، كل ما كنتي عم تحكي لغة أكثر كل ما هو شخص جديد أكثر. صحيح، فهي مهارة وكفاءة كتير مهمة إنه نهتم فيها. صحيح، مثل ما ذكرتي مدام رولا، هي وايضا ضروره بوقتنا الحالي تعلم اللغات، التواصل هي للتواصل وايضا لدخول سوق عمل، لانه عم نشوف نحن اي حدا بده يفوت على سوق العمل هو بيحتاج لغه. وقلنا كثير نقطه مهمه قلتيها، انه الصغير ممكن يلقط ويتعلم اللغه اكثر من الكبير 100%، خاصه انه هو بيكون مخه نظيف فاضي ما عنده شيء يقدر يشغله. خلينا ايضا نحكي كمان قد ايه كمان اهميه المحافظه على اللغه العربيه، يعني نحن ما نضيع بس الولد بس انه يتعلم لغه اثنين ثلاثه لننسى اللغه الام، يعني ايضا توفيق بين تعلم اللغات. هلا في شغله اجتماعيه هي ما كثير انا بالنسبه لي ما كثير بستسيغها، هي ادخال اللغات ببعضها، يعني مثلا نوع من مظهر الحضاره اني انا ادخل فوكابيلير مثلا بلغه ثانيه، هلا انا اختصاصي فرنسي بس انا فعلا وقت بحكي ما بحكي فرنسي الا اذا اضطريت لكلمه ما في الا مرادف مثلا او الشخص اللي عم بحكي معه هو عربي. تمام، فنحن وقت اللي بتصفي اللغه عفوا نوع من البرستيج، فهي ضيعت اهميتها. فلذلك انا وقت بدي احكي عربي بدي احكي عربي كامل، وقت بحكي انجليزي بحكي انجليزي كامل، وقت بحكي فرنسي بحكي فرنسي كامل. صحيح. فنحن يعني ما انا نوع من البرستيج اني انا ادخل كلمات للغتي العربيه وقت بحكيها، والانجليزي ما نوع اكثر اهميه من العربي، لغتي الام هي الاساس، بس انا سفيري لحتى يوصلني للعالم او للعمل تعلم. مثل ما حضرتك عم بتقولي التعلم، فهون في خلط بالفكره انه لشو ولشو كل هاللغات لا لا، نحن صرنا مضطرين نتعامل مع العالم، وفرص العمل كثير بتختلف وقت بتكون اللغه كثير منيحه، والراتب بيختلف من لغه ضعيفه للغه جيده. فانا اهم شيء عندي ونحن شوي ضعاف بهي القصه لغة لسان، يعني هو الحوار والحديث هو المهم باللغة. نحن مندرس اللغة كتابيا، الورقيات ما بتهمني باللغة بالجامعات. الورقيات ما بتهمني باللغة، أنا اللي بهمني الحديث. فأنا اللي بهمني الطفل أني أعطيه أول شيء اللفظ الصحيح، وتاني شيء الجرأة بالحكي، فهو بياخدهم بيحترم لغته وبيستعملها، وبمواقف تانية بيستعمل الفرنسي والإنجليزي. نعم مدام رولا، شو يمكن بتنصحي للأهل اللي ممكن أول ما يكون طفلهم فات على الروضة لسه كي جي 1 بدهم يعطوهم لغتين، هل أنت بتفضلي أول شيء تنعطى لغة لحالة بعدين تنعطى لغة تانية، ولا أنت بتفضلي اكتساب اللغة للغتين سواء إضافة للغة الأم؟ هلا بالطفوله اللي كثير مبكره اللي انا عم بحكي مثلا قبل السنه والسنه ونص، بس تركز مخارج حروف اللغه العربيه واضمن انه طفلي عم بيقول القاف صحيحه، عم يكون مخارج الحروف تبعه صحيحه، خلص فيني بقى انا انطلق. بس اهم شيء انه تكون مخارج الحروف صحيحه، بس مو للكي جي 1، لقبل بكثير انا فيني بلش ثلاث لغات. يعني انا فيني بمرحله مبكره كثير اني بلش ثلاث لغات، يعني بالسنتين. وحتى اذا في شخص معين بالبيت مثلا الام عم تحاكي فرنسي الاب عم بيحاكي عربي، فكتير منيحه، يعني بياخذ باسمهم ياخذ اللفظ الصحيح للحرف وبينطلق، وبعمر كتير مبكر. تماما، يعني هيك بدنا مجموعه من النصائح منك مدام رولا لكل اللي هلا الامهات اللي عم يتابعونا ويلي احيانا بيعانوا مع اولادهم من انه عم يختلطوا اللغات عليهم، ومثل ما بنعرف صار عندنا لغتين اضافه الى اللغه العربيه الام، فصار عندهم شوي خلط. قديش هيك في نصائح ممكن نحن نقدمها للاهالي ممكن تساعدهم ايضا بان بسرعه تعلم الطفل وايضا عدم يعني الوقوع بمشاكل معه؟ مثل ما حكينا، اول شيء انه نحن ما نعطي احكام مسبقه انه هي صعبه وهي سهله. ثاني شيء اللغه ممارسه وحوار وحديث، يعني نحن بدنا نستخدم الكلمات اللي عم ياخذها الطالب. ثالث شيء انه ما اعتمد بالتعليم على كلمات، يعني ما اعطي كلمات، انا اعطي جمل، يعني دائما وقت بحكي بلش بجمل حواريه، انه شو اسمك، شو اسمه بابا، شو اسمه ماما، بثلاث لغات. وثالث شيء
انه ما اعمل اللغه نوع من البرستيج، انه اعملها ضروره علميه، لانه هي فعلا من اهم المواد اللي بتساعدني دماغيا وبتعطيني خبرات مهمه للمستقبل. نعم، نحن بنتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وبنتمنى فعلا انه من كل اهل يهتموا بموضوع اكتساب اللغات للمستقبل، بالاضافه للمحافظه على اللغه الام اللي هي أكيد. الاساس مثل ما قلتي يا مدام رولا. بتمنى لك يوم كثير حلو، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم زوج.